الأسماء في مساء هذا اليوم من خلال سن اللقاية لهجن أصحاب السمو الشيوخ. على بركة الله ينطلق هذا الشوط ليعلن عن التحدي والمنافسة القوية بين الشعارات والأسماء العملاقة. نسير مشاهدين الأعزاء مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط. البداية الأولى نشوان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المؤمر المنتجي مطر بن سيف بن لاحد الهاجري من بينما المركز الثاني نقل إلى المركز الثاني وإلى مشاغب من يحتل المركز الثاني. تعود الملكية لهجن العاصفة. عملية التضمير هنا في التضمير الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الثالث شاهين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر المتحدي سالم بن سعيد بن منانة الاجتبي. والمركز الرابع نقلة مباشرة إلى المركز الرابع هناك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. ها هو الخلي يتقدم بقيادة المضمر علي بن هزيب المسافري. والمركز الخامس أيضا الخلي بنفس المالك سمو الشيخ حمدان بن محمد راشد المكتوم المضمر علي بن هزيم المسافري. يلا يلا مكتشف. بينما المركز السادس المتحد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وقائد العمليات والفرقة 11 أيها الحبل الكريم في عملية التضمير علي بن راشد بن غدير. بينما المركز السابع هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد يتقدم في هذا اللقاء بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن بروك الحميري. وصل وخذ المركز السابع. المركز الثامن العاصفة تقدم الذيب في هذا الموقع على المركز الثامن والواثق حمد بن راشد بن غدير من يتولى عملية التضمير. المركز التاسع للحذر اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. بينما المركز العاشر هداد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني المضمر محسن بن فراج المري. هكذا ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء للمراكز العشرة الاولى المتقدمة في لقاء هذا الشوط حتى هذه اللحظات. بينما نسير ونعود بحضراتكم في مساء اليوم مع المتميزين مع اشواط نخبة في لقاء هذا المساء. ولكن عودة الى نشوان لا زال متمسك بخيوط الناموس الاولى لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حيث قدم هذا الشعار الكثير من الانجازات. بين في التضمير مطر بن سيب الاحد الهاجري من يتواجد الان وينطلق في انطلاقة هذا الشوط. المركز الثاني هناك تواجد مشاغب لهجن العاصفة يحتل المركز الثاني. بينما هجن العاصفة في عملية تضمير ياتي الواثق حمد بن راشد بن غدير. والمركز الثالث هملول بدأ يتسلل الآن ويزيد من سرعته في هذا الشوط. ها هو هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد يضمره ويتابع محمد بسعيد بن بروك الحميري. أما المركز الرابع هناك هجن العاصفة تقدم الذيب الآخر والمضمر حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوب ياتي المتحدي سالم بن سعيد بن في هذا اللقاء. والمركز السادس هداد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني. واكيد هداد اكيد في هذه الانطلاقه بينما في تضميره محسن بن فراج المري. والحذر من الجانب الاخر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوب شعار النصر يتقدم مع الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. يلا يا المضمر الخطير. بينما هجن الرياس الان وصلت في هذه اللحظات وانتقلت الى المركز السابع. ها هو مشاهدينا الاعزاء يتقدم هجن الرياسه ويتقدم شاهين المضمر حمد بن احمد بن مايد الخيالي. هكذا هي النتيجه هكذا هو المسار. ولكن صغاف المركز العاشر اسمه الشيخ راشد الحمد لله ورايد المكتوم يضمر بسري بسالم بالعرطي الحميري. هذه النتيجه حتى هذه اللحظات. ولكن شوط مميز وشوط يحمل الاسماء العديده والكثيره في لقاء هذا الشوط. اكيد شوط حار شوط ناري للشوط الاول للمهجنات الاصايل. ولكن نعود الى الألف ومئتين المتبقي على خط النهاية. ونشوان لازال هو في صدارة هذا الشوط.
هو في تحدي هذا الشوط، كابتن هذا الشوط حتى هذه اللحظات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. لكن مشاغب زاد من مشاغبته، زاد من مشاغبته، الله يمشاغب مشاغب مشاغب الهجن العاصفه بين اكيد هذا كيلو المشاغبه وكيلو المنافسه مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، شعار هجن العاصفه في استعدادات لهذا الموسم ان شاء الله. في تحدي جميل وصراع دائما واكيد موسم خير. بعدما تقاسموا الكيكة الأولى في ميدان الوثبة ينطلق هذا الشعار بكل قوة وبكل تحدي في كل المناسبات وكل المهرجانات. المركز الثاني الذيب من هجن العاصفة كذلك من انطلاقه، والمركز الثالث الحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب، لأن هذه السلالة وايد نحبه ويروح الحذر أكيد من الانطلاقة والتحدي. ولكن عودوا إلى الذيب وهداد والحذر وكذلك، ولكن الله يهداد هداد واللحظات الأخيرة يلا يا بن فراج مع هداد والذيب مسيطر، الذيب 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 صامت حتى هذه اللحظات، الذيب لهجن العاصفة مسيطر وهداد لسعادة الشيخ عبد العزيز محمد الثاني في المركز الثاني، هداد والذيب، الذيب وهداد واللي قادم الذيب شاب أيضا لهجن العاصفة. ولكن خلاص الذيب مجدينا الأعزاء يحسم هذا الشوط لصالح هجن العاصفة في انطلاقه وتحدي وإبداع واستمتاع للجماهير ولعشاق هذا الشعار. تهانينا وناموس لهجن العاصفة على الفوز بالمركز الأول والثاني. المركز الثالث اسمه الشيخ حمدان بن محمد ولد المكتوب، المركز الرابع حداد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني، المركز الرابع أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء هناك ينطلق الأسد لسمو الشيخ مايد بن عبد الرحمن المعلى في هذه الانتقالة وهذا التحدي في هذا الشوط. عودة إلى التوقيت الزمني لحظات الوصول، وبالفعل هنا استحق الذيب أن يكون بطل لناموس هذا الشوط وانطلاقة هذا التحدي من خلال المسار وخلال التحديات. المركز الأول إذن أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء بسبع دقائق 40 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار الذي قدمه الذيب في لقاء هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة، بينما المركز الثاني هجن العاصفة تقدم لنا من خلال هذه اللحظات شاب بسبع دقائق 40 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما وصل في المركز الثالث في مين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا التصدر والتحدي مع المضمر المحنك سعيد بن رايد بن غدير، سبع دقائق 40 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.